السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع اليوم هو آثار الزواج المبكر في سن المراهقة على الفتاة. الزواج المبكر يأتي نتيجة للعادات الاجتماعية الخاطئة في بعض المناطق التي تؤدي أو تدفع بالزواج المبكر للفتاة، خاصة دون سن 18. الآثار الصحية والآثار النفسية والآثار الاجتماعية تؤدي بالهلاك لتلك الفتاة. من الصعوبات التي تواجهها الفتاة المراهقة أثناء ذلك وهي مشاكل صحية ترافق المرأة مدى الحياة، نتيجة لإعاقات تأتي نتيجة للحمل والولادة الطبيعية للفتاة، قلة أو نقص وزن المولود أثناء الولادة عن الوزن الطبيعي عندما تكون أمه في سن المراهقة. من الآثار النفسية، قد تتعرض الفتاة لمشاكل نفسية في فترة الحمل وفي فترة الولادة. الزواج المبكر يؤدي أيضا إلى زيادة حالة الطلاق. وشكرا.